بتقلق كتير ومش بتعرف تنام كويس؟ اتفرج على الفيديو ده ممكن يفيدك. لا تنام جعان ولا تاكل اكل تقيل قبل النوم، هتتعب وتقلق ومش هتعرف تنام كويس. ابعد الموبايلات او اي اجهزه ضوءها ازرق عنك ساعه النوم. الضوء اللي فيها بيشبه ضوء النهار فبيخلي المخ يدي اشارات تخليك صاحي. ما تاخدش قيلولة أكتر من نص ساعة، لأن الجسم خلال الشغل بيحتاج للنوم، والقيلولة الطويلة بتجدد نشاطه فبتفوقك. الكافيين والشاي من المنبهات فياريت تبعد عنهم قبل النوم. ما ترقبوش الساعة لأنها هتقلق نومكم، لكن حاولوا تناموا في وقت معين وتصحوا في وقت معين علشان جسمكم يتعود على كده. وأخيراً اتأكدوا إن الفرش بتاعكم مريح علشان يريح جسمكم وما تحسوش بقلق. دلوقتي بقى أقدر أقول لكم تصبحوا على خير.